طبعا انا شكلي مبهدل وعرقان وحالتي حاله و... يعني شوف، لان انا كنت بتمشى صار لي ساعه وشوي بمشي، عشان يعني هاي مثلا نوع من انواع الرياضه. لو تمشي كل يوم نص ساعه ساعه بتحافظ على وزنك، بتحافظ على اكلك شربك، بتحافظ على صحتك. الحمد لله من وانا بقدكم وانا بروح الجيم وبلعب وكذا وهيك، ولكن نظرا للظروف صار الواحد يتقطع من الرياضة ويقطع من الجيم، ومع ذلك شوف واحد بوصل عمره 40 سنة ولساته بده يمشي باهتماماته. فإذا أنت من 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 وقتك هذا اهتم، يعني أنا كنت من وقتك مهتم بالاهتمامات، مهتم بالسيارات ولهلأ مهتم بالسيارات، بحب الساعات ولهلأ بحب الساعات، بحب الرياضة ولهلأ بحب الرياضة. فاللي ما يعني اللي بتأسس بأعماركم على إشي مش شغلة مؤقتة، ممكن تضلك طول عمرك. يعني أنا عمري 13 سنة و10 سنين و15 سنة بعمركم، لهلا عمري 40 سنة وأنا بنفس الاهتمامات. بالعكس التكنولوجيا هلا أنا بزيدوا اهتماماتي، إذا عودت حالك إنك أنت تهتم بأشياء معينة بزيدوا اهتماماتك وثقافتك بتزيد ومعرفتك بالأمور بتزيد. فأنا مبهدل لأنه هلا وحالتي حالة وعرقان لأني كنت بتمشى بالحديقة، هاي الحديقة اللي كنت بتمشى فيها تمام، وهي حديقة تانية. طبعا انا اللي بسألني هلا بو شايفين الابراج هذولاك، التجارة ابراج التجارة العالمية ولا اشي زي هيك. انا بالبحرين هلا، هذا هو.